أنا عامل 9 فيديوهات عن How to Repair Windows. في الفيديو ده هنعرف إزاي نعمل Reset Password لأي يوزر. يعني أنا جيت أدخل على الويندوز ونسيت الباسورد بتاع اليوزر بتاعي أو بتاع الأدمينستريتور، فبعمل إيه؟ بدخل باسطوانة اللايف بوت، دي اسطوانة صيانة، هسيب لك رابط أسفل الفيديو يعرفك إزاي تحرق اسطوانة اللايف بوت على فلاشة. بعد ما بندخل بنعمل ريسيت باسورد لليوزر بتاعي أو للأدمينستريتور أو لأي يوزر على الجهاز. هنطفي الكمبيوتر وهنركب الفلاشة وهنشغله تاني وهنضغط على F12 وبعدين نختار اليو اس بي. هيجيب لي الاختيارين دول، يقول لي انت عايز تدخل من خلال اسطوانه اللايف بوت ولا من خلال الهارد ديسك، فانا هختار اسطوانه اللايف بوت. بعد ما بدخل على الاسطوانه بختار على طول باسورد اند كي فايندر، وبعدين بختار ادمن باسورد ريسيتر، وبعدين برضو ادمن باسورد ريسيتر. بعدين من هنا اهو هختار اليوزر اللي انا عايز اعمل له ريسيت. انا ممكن يكون عندي اكتر من يوزر بدخل بيهم على الجهاز، فانا هختار اليوزر اللي انا عايز اعمل له ريسيت وبعدين هضغط على ريسيت، وبعدين خلاص كده هعمل ريستارت للجهاز. ولما اجي ادخل باليوزر هو كده لغى الباسورد اللي على اليوزر، يعني لما اجي ادخل باليوزر مش هكتب باسورد خالص، هيدخل معايا على طول.